تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة تفقدية لمدينة خليفة للإطلاع على نسب الإنجاز بالمشروع الإسكاني والمشاريع الخدمية والإطمئنان على مشاريع البنى التحتية بحضور وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد الخياط، والوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت في وزارة شؤون الشباب والرياضة المهندس خالد الحاج. وخلال الزيارة اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية على عرض مفصل حول مشروع مدينة خليفة وعدد من الوحدات السكنية الموزعة على المواطنين والمراحل القادمة للمدينة ومستجدات سير العمل في المشاريع الصحية والخدمية المتمثلة بالمركز الصحي بمدينة خليفة ومركز عسكر الشبابي وصالة أهالي الدور والتصاميم الهندسية المعدة لها، مؤكدا أهمية سرعة الإنجاز للمشاريع بما يلبي احتياجات أهالي المنطقة. من جانبه عبر وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن شكره وتقديره لزيارة سموه محافظ المحافظة الجنوبية، موضحا بأن زيارة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة ليست الأولى لمدينة خليفة، بل سبقها العديد من الزيارات، ما يعكس اهتمام سموه في الملف الإسكاني والخدمي ونسب الإنجاز والتنفيذ بمدينة خليفة والإطلاع على الخدمات والمرافق الاجتماعية والتجارية الأساسية المستقبلية التي تخدم أهالي المدينة. اليوم مدينة خليفة، وهذه الزيارة تأتي من ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، في متابعة مدينة خليفة من ناحية الاحتياجات الخدمية ومتابعة المشاريع المحاطة وتتعلق بالمواطن حول مدينة خليفة في منطقة عسكر ويا والدور. ولا شك أن في المحافظة الجنوبية نتشرف بوجود مدينة تحمل اسم والد الجميع الوالد الأمير خليفة بن سلمان، وهي لفتة كريمة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، عندما تشرفنا بافتتاح هذه المدينة وقام بزيارته التاريخية حفظه الله ورعاه للمحافظة الجنوبية. فاحنا نفتخر بوجود هذه المدينة كمشروع إسكاني بارز على مستوى مملكة البحرين، واليوم الزيارة تأتي بالتنسيق والتعاون المباشر مع جميع الجهات المعنية خاصة وزارة الإسكان ووزارة الأشغال البلديات ووزارة الشباب والرياضة، والتعاون مطلوب بين جميع الوزارات. فلذلك نشكر سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وكل الجهات اللي شاركوا اليوم معنا في هذه الزيارة، وإحنا نتابع أول بأول احتياجات المواطنين، وهذه أولوية كبيرة بالنسبة لنا في المحافظة الجنوبية أن نهتم بالجانب الخدمي والجانب الإداري وكيف يتم التطوير والتنسيق، والهدف هو خدمة المواطن. سعدنا بزيارة سمو محافظ المحافظة الجنوبية للاطلاع على مستجدات وسير العمل في مدينة خليفة، وطبعا تأتي زيارة محافظ المحافظة الجنوبية لتؤكد أهمية هذه المدينة بشكل خاص، واهتمام أيضا مسؤولين الحكومة في الملف الإسكاني بشكل عام. لله الحمد مدينة خليفة تشهد تسارع في نسب الإنجاز، وأيضا هناك حزم إضافية جاية في الطريق. تطورات العمل في المشاريع اللي عرضناها على سموه، طبعا أحد أهم المشاريع اللي عرضناها اليوم هو المركز الصحي لمدينة خليفة. طبعا مثل ما تعرفون مدينة كبيرة تحتاج، والمواطنين وغاطني هذه المدينة يحتاجون إلى الخدمات الصحية، بالإضافة إلى المركز الصحي هناك في أيضا مجلس راح يشيد بإذن الله تعالى من قبل وزارة الأشغال لأهالي الدور. طبعا هذا المجلس راح يجمع شمل أهالي الدور، طبعا المجلس راح بيكون من شقين، شق للسيدات وشق آخر للرجال.